مساء الخير ومرحبا بكم مرة أخرى. نواصل ما تبقى من وقت في البحث في هذه الأزمة الاقتصادية، وانطلاقا من أن الدولة قد روحها شبه عاجزة على دفع أجور الموظفين، ولكن تطمينات جاءت تقريبا منذ يوم أمس من عند الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة. رجع لك الكلمة سي فيصل بخصوص هذا الموضوع قبل ما نبدأ ونشوف معنا شو الحلول الممكنة للخروج من المأزق هذا. شكرا. ولا في الواقع أنا حبيت نسأل سؤال للسيد الوزير. أي. يعني سمعت البارح المداخلة متاعه والتصريح متاعه، يقول فما عجز نجمو غطيوه وحسبوا تقريب كيفاش مش يتغطى، 1.3 ديون خارجية، 1.1 ديون داخلية، 270 مليون دينار قال لي بيجود لميزون لو تيرم، معناها العبارة اللي استعملها يعني تونيزي تيليكوم. أنا سؤالي علاش ديما نفكروا مداخيل وليس مصاريف؟ يعني السؤال متاعي علاش نحبوا الملائمة متاع المداخيل مع المصاريف؟ المصاريف هذيك 28 مليار دينار وقفت في الميزانية متاع 31 ديسمبر ولا 30 ديسمبر 2013 بعنوان السنة 2014، مش نصرفوا 28 مليار دينار 28.025 قد به. إذا كان ما نجموش ما لقيناش المداخيل، ما تحققتش القروض، ما جاتش المداخيل الجبائية، ما صارتش الأموال المصادرة، ما دخلناش المليار دينار اللي حكينا عليه، لازم نحب نزيد نعمل تعبئة موارد باش نقف 28، انت ينزل شوية على المصاريف انت، معنى حاول كيفاش ليه. وتوا اليوم اليوم تقول ديون خارجية 1.3 ديون داخلية، ممكن نقول أنا رب ضارة نافعة. الحكاية التصريح متاع البارح اش معنى رب ضارة نافعة؟ وقت قال راهو ثم صعوبات وممكن عز إلى آخره في خلاص الأجور، وقت نقول لك أنا معاش يقرضك، شكون معناها القروض هذه اللي عامل عليها تولي صعيبة، أوسي بيان القروض الخارجية كالقروض الداخلية. أنا جريزون ميكرو، معناها إذا كان رئيس مؤسسة يمشي للبنكاجي يقول له بالله راني نحب قرض، أما راني ما عندي مش خلاص شهري، ما يعطيش قرض. لذا ممكن هذه طريقة، علاش قلت رب ضارة نافعة؟ طريقة باش نراجعوا المنوال كامل نتاع الميزانية، وكيما تمت الملائمة نتاع الموارد وثم تعبئة موارد إضافية، ما فيها باس نعملوا الملائمة نتاع النفقات، والملائمة نتاع النفقات والضغط على المنافقات مش تجيب راهو معناها مقدار لباس به يوقع به تعديل وتنقيص وتخفيض العجز هذا، على خاطر أقولها صراحة nous avons un état dépensé et qui vit au-dessus de ses moyens. إكيفي أوتشي تسيموية ممكن المنوال كل سيخوي سنولي وصلنا الوضعية هذه أغنية في بلد فقيرة يا أخوي. سمحوني بالعبارة، أكبس سنتورة شوية، أنت شوف المصاريف الملابس بتاع رئيس الجمهورية قديش اضغط به. اليوم تقول لي تضحية، الناس كل ضحى بلادنا على راسي والعين، لكن أعطي المثل يا أخي، يضحي بنهار وبنهارين وبعشر أيام كي يلقى شكون مضحي أكثر منه وقت هو في منصب، فهمتني؟ احنا اذا كان نجي ونقولوا كان ثم هيكل كمل المهمه نتاعه وكمل النصوص وكمل الدستور وتوا الشهري نتاعه ونجموا معناها نلقاو له حل، راهو فما وقتها الناس تضحي. انا بعباره اخرى التضحيه يلزمها تبدا من عند الناس، يعني اللي يطالب بالتضحيه بربي ثماشي ثماشي بو عائله، ونختم بهذه، ثماشي بو عائله يطلب من افراد عائلته، فهمت معناها الاقتصاد في الطاقه، هو يشعل البروجيكتور في بيته يتبع حد هذاك. تفضل. انه استاذي مونبير دو فاني على كل حال، انا حبيت نتحدث عن المخاطر. فما اربع مخاطر في الوضعيه الكل، معناها ديريكتومون نمشيو للاربع مخاطر ديريكتومون. الخطر الاولاني هو انه الوقت في الوضعيه هذه، وقت اللي يبدا فما سينيال، معناتها فما اشاره انه ثم تعطل في الاجور، هذا باش يتسبب مباشره في انه باش يصير تعطل في الاستثمار كما تحدثت سيادتك، وفي الاستهلاك الخاص اوتوماتيكمون به. وفي الحاله هذه باش الدوله التونسيه تنجم تعمل انتعاشه ولا تنجم تخرج من الوضعيه هذه، يلزمها تنعش الاستثمار والاستهلاك في القطاع العام اللي هو مش مستحيل، اللي هو مستحيل بالميزانيه المحطوطه في 2014 سي كلير. دونك هنا هذه تتسمى وضعيه نتاع نفق سيوله، وبالتالي لهنا البنك سنترال باش تلقى روحها تقريب في وضعيه نتاع عجز تام على انها تكون المقرض الاخير، معناتها باش تزيد سيوله في الاقتصاد
وبالتالي تحرك العجلة من أول جديد. هذا الخطر الأول. ثم الخطر الثاني اللي هو مش فايقين به الناس، راهو الوضعية متاع الديفيسيت بالمعنى العام، معناها العجز في التجاري والعجز في الميزان الجاري والعجز في الكون دو كابيتال، راهو هذايا باش يتسبب مباشرة من هنا المدخرة باش يقع الآن على الديبريسياسيون دو لا فالور دو دينار. الاقتصاديين يسموه بثلاث النار هذا. اي بالضبط، معناتها هنا باش يتيح معناتها الدينار تيحو معناتها لا ديبريسياسيون نتاعو ديسيزيون، معناتها خاطر هو الي اونغليسمون ولا باش يمشي للغليسمون سيرتينمون بحكم لي ريزيرف قاعدين يتيحو. دونك بارابور سا ديبريسياسيون معناتها تطيح في قيمه الدينار ولات حاجه ايفيدونت باش نوصلوا لان تو تشونج ريال، علما انه نظام الصرف في تونس يقوم على التعويم المسير. لكن اذا كان طاح الدينار بمقتضى قرار معناتها طاح ب 20% ب 15% راهي كارثه عظمى. هذه نقولها. فما الخطر الثالث باش نختم بسرعه باش ما نقلقش، اذا كان ثم ديسينيو من نوع هذايا لي زون دافا معناتها الصناعيين وغيره باش يستبقوا يعملوا لي زونتيسيباسيون، دونك باش يغلي شويه في الاسواق نتاعو بور سو كوفرير كونتر انه فما امكانيه لونكراج، معناتها انه تتثبت الدعائم نتاع التضخم اللي ينجم يجي من سياسه نقديه اعتباطيه والارتجاليه، وبالتالي لهنا الكود كابيتال معناتها كلفه راس المال باش تعلى، وبالتالي لهنا الاستثمار باش يتيح. فما الخطر الانفيزيبل اللي نسميه انا، الخطر الانفيزيبل اللي هو ما يعرفه حتى حد في تونس اليوم، اللي هو مرتبط بالاقتصاد الخفي وبمدى تداخله في المتغيرات. قبل ما نختم حبيت نتحدث شوية على المصادرة. فما أرتيكل خرج استقصائي طويل ملف كامل في جريدة آخر خبر، جريدة مرموقة جدا، يتحدث على الكرامة هولدينج. ومعايا أستاذي خبير محاسب يعرف أن الكرامة هولدينج هو مجمع، وما نجموش نجمع في مجمع جبت على مؤسسات تخدم في قطاع الاتصالات من غير ما نذكرها، ما نجموش نجمع في مجمع مؤسسات هي في محل نزاع بمقتضى الفصل 202 من مجلة العقود والالتزامات. الشركة هذه محاسبيا وضعيتها كلها غامضة، وضعيتها كلها تثير اللبس وتثير الإشكالات ومرتبات كوادرها زادة. ما ندخلوش في التفاصيل هذه، كان فماش إيضاحات في القوائم المالية، فماش تقرير خاص، فماش عدة مسائل. باش نختم أنا باش نقول حاجة، احنا في الجمعية التونسية للحوكمة استبقنا الاحداث، عندنا تقريبا شهرين او ثلاثه قبل ما نحضروا الندوه نتاع البارح اللي هي كانت ندوه نتاع توبو، معناها جست حضرنا في كلمه واحده حضرنا حل، مانيش نقول عليه توا حاليا. الحل هذايا هو حل مبني على نماذج كميه، معناتها مخدوم بين ثلاثه اطراف، معناتها منهم دكتور مختص في علم الاحصاء الكمي مقيم في باريس ومستشار بنكي معناتها عالمي، وسي معز الجودي بين خبرات اخرى. الحل هذا ممكن يتقدم اذا كان يحبوا بطبيعه الحال ليزوفيسيال معناتها الناس اللي في الحكومه، ينجم يتقدم وينجم يخلص الى حد ما التوانسه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاشهر هذوما من ازمه، من ناحيه من ازمه الاجور، ومن ناحيه ثانيه من ازمه سداد الدين. اللي هو فكره البرنامج هذا على شنو مبنيه في الحل؟ ما نجمش نقول لك عليه بحكم واجب التحفظ. انت قدمت مش برنامج، انت قدمت خطة عمل كاملة. لا واحد كلمني عليها. سمحني باش نقول هنا راه قدمنا احنا عندنا حل، ماناش باش نقدموه على رؤوس الملأ معناها في التلفزة. إذا كان المسؤولين في الدولة مستحقين للحل هذا، الحل هذا ينجم يمنع تونس. مستحقين مزيد أنتم مشيو لهم. احنا ما نمشيو لهم. احنا ما نمشيوش. احنا ما نمشيوش. احنا لا نطرق الأبواب. افيكاس وإلا لا. لا 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 لا. احنا عندنا ثقة في خدمتنا. خدمة مبنية على مناهج علمية، خدمينها أربعة دكاترة، وبالتالي هذا الحديث سي مراد يلزمها توصل الحل هذا ينجم شوية. الحل هذا مربوط بالليزوفيسيال، إذا كان هما عندهم رغبة يجيونا. شو نقول؟ راهو الحل هذا ينجم يمنع التوانسة المدة طويلة على الأقل في سداد الدين، ثانيا في التنمية اللي ما حكى عليها حتى حد تو ولات ما عادش بريوريتي بالكل، وثالثة في مجال سداد أجورهم وفي النفقات العمومية. ما تنساش اللي عندنا نفقات عمومية، عندنا اليوم مثلا في تونس مشكلة في الاعتمادات المخصصة للجماعات المحلية العمومية. الحل هذا معناتها كما قلنا في الجمعية التونسية الحاكمة حاضر واضح جاهز، وإذا كان المسؤولين يحبوا ياخذوه يتفضلوا مرحبا بهم. سي عادل سؤالي ليك هو كيفاش نجعله من المصدر أو الأملاك المصادرة هذه عنصر فاعل ولو بنسبة حتى ضئيلة في دفع عجلة الاقتصاد متاع بلادنا أو الميزانية؟ ولكن قبل هذه نحب نسلك على شنو الهدف من أحداث لجان جهوية للمصادرة اللي سمعنا به مؤخرا.
احداث لجان جهويه المصادره يندرج في اطار التمشي اللي خذته العمليه هذه منذ انطلاقها. التمشي هذا يتمثل بالاساس في كثره التداول على هذا الملف، لانه الملف هذا سويس واصبح ربما يصلح للاستثمار السياسي اكثر منه للنجاعه الاقتصاديه. وقت اللي نشوفوا مثلا لجنه المصادره لقاو شد رئيس، ثم فيما بعد بعد عام وشهرين نبدلوا الرئيس هذاك اللي هو عنده بدايه الخدمه معاه، وقت اللي ما فما حتى ورقه، ونجيبوا رئيس جديد. وقت اللي يفهم الملفات رئيس جديد باش يبدا يفهم الملفات هذيا اللي هي صار عليها عام وشهرين، يحب له بالقليله ستة شهور باش معناتها حتى التوجه نتاع الاستشراف الملفات اخذ منحى اخر. ثم نشوفوا في لجنه التصرف نفس التمشي، ثم نشوفوا اللجنه التي احدثت على مستوى الوزاره الاولى، ثم نشوفوا اللجنه اللي احدثت تابعه لجنه التصرف اللي هي مؤسسه كرامه هولدينغ. كرامه هولدينغ اليوم كاني تخدم بمعزل عن رئيس لجنه المصادره اللي هو مكلف، وهو باش نقول لك علاش مكلف بحمايه الاموال المصادره. اش معناتها فصول الاموال المصادره؟ مكلف بحمايتها عند المصادره، قبل المصادره، وعند احاله المال. ما معنى عند احاله المال؟ والدليل موجود في المرسوم بيدو، لانه مكلف عند احاله المال باش نشوفوا شنو هو محصول البيع. محصول البيع يستخلص منه الديون نتاع الدائنين اللي عملت ليدهم لساقهم، صرحوا بالديون نتاعهم في الاجال المعقوله، وقدموا سندات الدين نتاعهم، وقاعدين شادين الصف ينتظروا ونسيناهم. فما شكون فلس سيد الرئيس؟ فما شكون فلس؟ فما 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 شكون فلس في الديون هذيا؟ انا نحكي توا على مستوى النص. الدائنين هذوما من بعد ما يتبقى هو راجع للدوله، هذه المساله الاولى. في اطار الضبابيه شنو اللي تحكي انه محصول المصادره باش يمشي لخلاص جرح الثوره في تصاريح، ثم في فتره اخرى باش يمشي فعلا مشى للميزانيه. الور كو هو في الواقع باش يتعمل انفون جينيراسيونيل، باش يتعمل لي معناتها الاحاطه بالمناطق ربما وللاجيال القادمه. معناتها كثره التداول يلزم هالمتداخلين الكل. انا راه معناتها يلزم كما قالوا قبيله ننظروا للامام، باش ننظروا للامام لان معالجه الملف راهي معالجه قانونيه بالاساس. اللي يعرف انه يستانس في روحه كفاءه قانونيه يمد يده، اللي يمشي للعمل لا لشيء ماذا به يبعد. هذا ياسين عندي نقطه، انت سالت على حكايه المكاتب الجهويه المصادره، كان السيد نضال الورفلي معناتها عضو في الحكومه يقول كوني زلنا نرفع من همة المستثمر المحلي والمستثمر الخارجي باش يتعاود يتحرك ويخرج فلوسه، ونبعثوا لهم رسالة طمأنة حلوة برشا، نبى نفتحوا لهم مكاتب جهوية للمصادرة، معناتها رانا مازلنا وردوا بالكم ممكن نصادروا لكم، راه فما سيف فوق راسك. معناتها اللي كان باش يعمل حاجة يحرك فلوسه ويعمل أي مشروع راه مهدد بالمصادرة. هذه رسالة مع طمأنة كبيرة برشا في بالله سيسير التدخل في لحظتين. الشركات هذه المصادرة هي فما شركات خفية الاسم، شركات ذات مسؤولية محدودة. معناتها التعامل مع الشركات هذه، لأن الدولة ما تنجمش تكون في شركة ذات مسؤولية محدودة تكون معايا شريك مفروض عليا. الواقع أنه دخول الدولة في الشركة هذه بمقتضى المصادرة يكون إلى حيز زمني قصير جدا. لماذا؟ باش الشركة هذيك وقت اللي تخرج الدولة وإلا تقبل هي الكل، الشريك ساعة يصرح اللي ماهوش مشمول بالمصادرة، والشركة ترجع تخدم في نسق عادي. اللي قاعدين نراو فيه راهو ماهوش صحيح. اللي قاعدين نراو فيه اللي الشركات معناتها قاعدة مكبلة بالإجراءات ومكبلة بالصعوبات القانونية، اللي إذا كان معناتها باش نحجبوا النظر عليها راهو برشا حلول ما نجمش نلقاوها. كما توا نقول لك تحجير السفر نرجعوا للمحكمة، لأنه الشركات هذيا فما قضايا توا منشورة أحرى أن واحد يستشرف شنو مآل العديد من القضايا، والصلح يولي جائز ما بين الدولة وما بين الأطراف، يكون نربحوا الحيز الزمني اللي كنا باش نخسروا في التقاضي.
سيد رئيس بربي خلي يحكينا على الاراضي الفلاحيه راهو هذه الكارثه كارثه كبيره برشا البارح جبت الموضوع في الندوه شيء يوجع القلب شيء يوجع القلب يا سيدي مره اخرى قبل ما نختم مع سفيان سؤال وجاوبني بسرعه ليك سي مراد وبعد سي فيصل مازلنا بعد على وضعيه اليونان مثلا والا لا لا احنا ما نهموش كل في وضعيه اليونان خاطر اليونان اللي شافوا دي ما هي مشدوده بمساله انه بالنسبه للاوروبيان اليورو معناتها ما يزموش يتيح والمعادله ما بين النمو والتشغيل والتضخم يعني هي معادله مقدسه معناتها احنا السيناريو في الحاله نتاع اليونان لا 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 احنا في حاله سامحني مع كل الاحترامات يا احنا باش نجموا نوصلوا وانا حكيت عليه عندي عام ونص في كلمة واحده باش نجموا نوصلوا فاسيلمون اذا كان توت شوز ايجال بارايور اذا كان توصل الامر نوصلوا لقضيه الدول الافريقيه ونجموا نوصلوا حتى الحرب الاهليه. سي فيصل لو كان نقول لك حل او اثنين للوضعيه اللي تعيشها اليوم اقتصاديا تونس. الحل مراجعه الميزانيه في اقرب وقت ممكن وترشيد النفقات معناها الضغط على النفقات ما نحبش نستعمل كلمه بوليتيك دوستريتي مي سي لو فور اونيفو اوبليغاتوار داير ما عندناش حل اخر معناها سياسه التقشف هذه لابد باش نوصلها واصلينها مراجعه النصوص اكثر جديه اكثر تحسين التصدير يا رسول الله انخفض والتوريد واضح معناها واضح سفيان 20 ثواني باش ما نحرمكش من الكلمه نتاعك لا لا وفيوا انا متفائل رغم الوضعيه الصعبه انا متفائل وننظر للامام صحيح لكن النظر للامام ما ينفيش التقييم والمصارحه وتحديد المسؤوليات من غير تحديد مسؤوليات ما نجموش قدر واهم حاجه اساسيه كلمتين يلزم نركز عليهم هي التضحيه اولا وكل التوانسه مدعوين للتضحيه بل انه في التوانسه الكل المدعوين للتضحيه اللي عندهم اكثر مدعوين للتضحيه اكثر ان شاء الله تكون العقليه حاجه ثانيه التقشف ولنا الدوله لازمها تعطي مثال وهي تبدا بالتقشف مش معقول انه تكون عندنا دوله غنيه في بلاد فقيره واضح يعطيكم الصحة ضيوفي الكرام نحب نشكر سي فيصل درمال خبير محاسب على حضورك معنا سي مراد حطاب خبير اقتصادي متخصص في المخاطر المالية سي عادل بن اسماعيل الرئيس السابق للجنة المصادرة شكرا لسفيان بن حميدة جمال العرفي وهكا نوصلوا إلى نهاية برنامجنا بعد عندكم موعد مع الأخبار مع الزميلة حنان الغربي ثم سهرية مع الحصة الرياضية الجمعية موعدنا يجدد نحن إن شاء الله نهار الاثنين مع السبعة غير بوع على قناة تونسنا صباح الخير في أمان الله.